أعتبرهم أهلي، عيالي، كل البلد رجال الأمن، ونفداهم بأي شيء يبغونه. جهود رجال الأمن ما توصف ولا تقدر بثمن، يعني جهود ايش نقول لك، يعني نقول لهم هنيئا لكم على هالجهود اللي انتم تبذلون والجهود مكافحة الإرهاب. أول شيء جزاهم الله خير على ما قدموا، والله يكون في عونهم، والله يكون في عون ولي الأمر وولي ولي الأمر، وجزاهم الله خير الجزاء على ما قدموا لنا. ولو فتحوا باب التجنيد والله سوف أكون أول المتجندين بإذن الواحد الأحد. وصفي يعني حتى لو وصفتهم حظلمهم بالوصف، أكون صريح. والله أحب أشكرهم وأقول لهم الله يعطيكم العافية ويقويكم إن شاء الله على عدانا، وينصركم إن شاء الله ويحميكم ويحفظكم، سالمين غانمين لأهلكم إن شاء الله. بالنسبة للجهود الأمن واضحة، وجودهم جبار اللهم لك الحمد، وعساهم إن شاء الله على القوة، وإن شاء الله نسأل لهم النصر والتمكين بإذن الله. والله جهود جبارة ويشكرون عليها بصراحة، والمواطن هو رجل الأمن الأول، وهذه آفة دخيلة على مجتمعنا، وهذه مرفوضة من قبل المجتمع جميعا. جهود الأمن الله يوفقهم وما قصروا، وحماوا الوطن ووقفوا مع الوطن وما قصروا، ما شاء الله وقفوا مع الوطن ووقفوا ضد الإرهاب وضد، نشكرهم على أدائهم، والله يوفقهم ويوفقنا أجمعين إن شاء الله. والله يا ربي لك الحمد، ونشكرهم على هالجهود اللي قاموا فيها واللي استشهدوا، ونقول الله يغفر لهم ويرحمهم، ونطلب منهم الزيادة ونطلب منهم الحرص، وحنا معهم هم أولادنا، والله يوفتهم إن شاء الله ويوفت حكومتنا الرشيدة. الجهود يشكرون عليها، الله يقويهم وينصرهم ويثبتهم، ومعهم بدعواتنا إن شاء الله، معهم بدعواتنا إن شاء الله. شك أن رجال الأمن يبذلون الغالي والرخيص ويضحون من أجل حماية الشعب والمواطنين. طبعا أنا كعسكري من الأفراد يعني نواجه الإرهاب ونواجه المشاكل ونواجه، فهذا كله في سبيل خدمة الوطن أولا وأخيرا. والله يحمي وطننا إن شاء الله، ويحمي حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله أنها تستمر المسيرة العطاء، ومسيرة إن شاء الله حماية الوطن وحماية الشعب إن شاء الله، واللي الأمام إن شاء الله. لولا الله ثم رجال الأمن هذول، إحنا ما إحنا في الوضع اللي الحين فيه موجودين، فيعني حاجة جميلة، والله يقويهم وينصرهم يا رب. والله الحمد لله رجال الأمن ما هم قصرين، ويجب علينا أن نقف معهم كلنا ونساعدهم ونساندهم، بلغ عن أي خاين يخون وطنه ويخون مليكه، ويجب علينا جميعا نتكاتف لكي نقف نكون لحمة واحدة ضد هؤلاء المجرمون الإرهابيون الذين يأتون إلى بلدنا ويعثون في الأرض فساد. نشكرهم على ما قدموه من أعمال سامية، ونسأل الله لهم التوفيق والسلام. والله الحمد لله، لولاهم يا رجال ما احنا بأمان، الحمد لله من بعد الله، وما قصروا، كل واحد يعني محتاج للوقت هذا للدعاء، يعني ما قصرهم يا أخي، كفيك الواحد يطلع متى ما بغى من بيته وأبد يرجع، ما من أحسن ما يكون، وشوله الخوف أبد، بس عساهم على القوة إن شاء الله، هم محتاجين للدعوة بس. صراحة يعني نقول الله يوفقهم ونصفهم صراحة بالأبطال، إن شاء الله الله ينصرهم يا رب ويوفقهم. بصراحة الله يعطيهم العافية، جهود مبذولة يعني بصراحة شيء مرة ملحوظ، الله يعطيهم ألف عافية والله ينصرهم إن شاء الله، والله يرد كيدهم في نحرهم كل من أراد بلادنا في سوء. قمة العطاء أن يضحي الإنسان من أجل الآخرين، ولا شك أن الأساس في ذلك هي حب الوطن ومساعدة الناس في للعيش هانئين في هذا الوطن. رجل الأمن هو الرجل الخط الدفاع الأول للدفاع عن المقدسات الإسلامية وعن جميع المواطنين وكل من يقيم في هذا البلد المعطاء. أقول لهم الله يقويكم يا ربي على طاعته، يقويكم على الإرهاب، ويجعلكم إن شاء الله من صالح الخلق يا ربي، ويقويهم ويخلينا بعد ملكنا وحكومتنا، يخلينا شعبنا كله إيه بالله الحمد، الناس في أمن وأمان من فضل الله، ولا بالله الحمد لا خايفين ولا مرتاعين، والله يقويهم، والله إن شاء الله يكنس الإرهابيين كلهم أولهم على تاليهم، وحسبي الله ونعم الوكيل. الله يعز حكومتنا أول شيء، وينصرهم على من عداهم، والحمد لله جهود طيبة، والله يعز الوطن ويعز المملكة،
وجهود الطيبين الأمن كلها طيبة ولله الحمد، وحنا مع الأمن إن شاء الله. جهود رجال الأمن جبارة وكبيرة ومحترمة لدى الماضي والتاريخ. رجال الأمن قدموا الشهادة والغالي والنفيس والأموال. رجال الأمن هم درع الوطن، حماة الوطن، وصية الأمير نايف الله يرحمه، وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه. الله ينصر الحكومة والمسلمين عليهم. ما قصروا، بيض الله وجيههم، سواء كان داخل أو خارج المملكة على حدودها، ولله الحمد من فضل الله أكبر نعمة نشوفها اللي هو أمننا في هذا البلد الحمد لله، وكل معتدي يلقى جزاه. والله جو جبارة ما شاء الله، متواصلة وقوية وما يحتاج يعني شادين الهمة، والله ينصرهم، حنا معهم إن شاء الله، وما يحتاج يعني معهم قلب وقلب إن شاء الله. الله يعطيهم العافية وما قصروا، ورجال أمن وخدمة الشعب والله يكثر خيرهم ويعطيهم العافية. قول لرجال الأمن ما قصرتوا، جزاكم الله خير، والعين الساهرة لنا ولأمننا ولأمن وطننا، وندعي لهم وندعي لجنودنا بالتوفيق والسداد إن شاء الله، ونشكر سمو ولي العهد على ما يقوم به من جهود كبيرة في أمن وطننا وملاحقة الإرهابيين والإرهاب والقضاء عليهم أينما كانوا. مجهود يشكرون عليه، وصراحة بدونهم ما نقدر نعيش في البلد، أمن وأمان الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد، ونرفع لهم القبعة صراحة يعني الحمد لله الحمد لله، ونشكرهم نشكرهم من كل قلبنا. نحمد الله على الوضع اللي حنا فيه من أمن وأمان. بالنسبة للتدريب قايم جميع القطاعات العسكرية، وشيء واضح سواء إعلاميا أو بالسر. نحمد الله على كل حال، نحمد الله على كل حال بالنسبة للتدريب وللجهد اللي واصلين له رجال الأمن من مكافحة الإرهاب. رجال الأمن هم أخواننا وأولاد البلد، تمام، هم يحافظوا على بنات البلد، يحافظوا على الأمن، يعني شعور الأمن والأمان هذا أول شيء نعمة من الله. ثاني شيء الحمد لله إحنا في بلاد الحرمين، وحفاظا على سلامتنا وأرواحنا لازم إحنا نقتدي بالأوامر اللي تنص عليها في الشريعة الإسلامية. الأمن والأمان هذا نعمة من الله سبحانه وتعالى. والله في الحقيقة جهود رجال الأمن ملحوظة بشكل يومي من خلال الأخبار ومتابعة الأحداث الحاصلة. الحمد لله نجد الأمن والأمان في مملكتنا الحبيبة بفضل الله، ثم بفضل جهود رجال الأمن، ورغم الأوضاع المتوترة في الدول الجوار. جهود جبارة مشكورين عليها، والله يقويهم إن شاء الله لحماية هذا البلد، بلد الحرمين الشريفين. والله الحمد لله ما شاء الله، ربنا يعينكم ويكرمكم، رجالنا رجال الأمن أخواننا مكافحين مكافحة، وإن شاء الله ربنا يعينهم ويعزهم ويعز الإسلام والمسلمين بهم، وربنا إن شاء الله هذه الفئة الضالة تتخلص منها هذه البلد الطيبة بإذن الله تعالى. المملكة العربية السعودية البلد الغائد للإسلام والمسلمين، نتمنى من الله عز وجل أن ينصرهم على الإرهاب والفئة الضالة هذه، الشباب الضالة هذه، وربنا يوفق لما فيه الخير ويحب ويرضى إن شاء الله، يحفظ البلد بلاد المملكة العربية السعودية وبلاد المسلمين عامة من الفئة الضالة. والله في الحقيقة الجهود مبذولة من وزارة الداخلية والقائمين عليها، يعني شاكرين عليها في ظل الأوضاع الراهنة حاليا، فجزاهم الله كل خير يعني على الأعمال اللي بيقوموا فيها حاليا. جهودهم كثير واضحة، واضحة يعني إعلاميا، واضحة يعني أمنيا، يعني إحنا الحين في المجتمع قاعدين نعاني من فتنة كبيرة، يعني هم يحاولون يزعزعون الأمن، بس إحنا يعني كشعب ما حسينا بالأشياء هذه، بس مجرد إعلاميا اللي واضح لنا إن فيه زعزعة، إن فيه صاير إرهاب، بس إحنا ليش ما حسينا فيها؟ لأن معيشين الأمن، محافظين على الأمن، يعني هذا جهود كثير كبيرة. يعني شوف إنك بحد ذاتك إنك تطلعين، يعني أنا بحكم إني أنا معلمة أنا أمسك خط 250 يعني كيلو ورجع كده، عمري في يوم من الأيام ما قد حسيت بخوف ولا أي حسيت بأي شيء من ذا الأشياء، يعني أنا إذا شفتها كإعلامية أحس بخوف، بس ما شاء الله يعني أنا لما أطلع وأمسك يعني طريقي وأمسك كده عمري ما قد حسيت بهالخوف، لأن يعني هذا من الأشياء اللي جهودهم اللي واضحة، يعني الحمد لله هم قاعدين يسعون أنهم يحققون الأمن عندنا، يحققونه بشكل كبير واضح لنا، يعني شوفوا نطلع نروح نرجع آخر الليل أول الصباح الفجر، عمرنا ما قد حسينا بأبد بذا الأشياء، بالعكس ما شاء الله تبارك الله يعني يشكرون على هذه الجهود، ويعني الله يجزاهم خير يكون في موازين أعمالهم، يعني شيء ما حد يقدر يسويه. والله جهود رجال الأمن
يعني واضحة للجميع، يبذلون جهود يشكرون عليها صراحة، فراحت أرواحهم في حماية الوطن، فالشكر لهم من الجميع، فنشكرهم وندعو للشهداء ويصبر أهلهم، ونتمنى التعاون معهم. جهود مباركة وجهود عظيمة، ونحن بدورنا كمواطنين نشكر العين الساهرة لحمايتهم لهذا الوطن، ونشد على أيديهم ونتمنى لهم التوفيق بإذن الله. جهود جبارة يشكرون عليها، والله يوفقهم ويوفق ملكنا ويحمي وطننا. جهود مشكورة، الحمد لله جهودهم واضحة ومشكورة، الله يحفظهم، الله يحفظهم إن شاء الله من كيد الأعداء، ويحفظ بلدنا وأمننا وأماننا. أول شيء بداية الأمن، يعني خلينا نتفق على أنها هي مسألة مجتمعية ومسألة بتهم كل مواطن وكل مقيم، وبالتالي الدور اللي بيأديه رجل الأمن هو بنعكس مباشرة على المساحة بالحرية اللي متحرك إحنا فيها، اللي هي بالأكل يعني بتنعكس على الحياة اليومية، بتنعكس على مجمل تصرفاتنا، بتنعكس، وبالتالي كثير كثير مهم جدا إن ندعم رجال الأمن في كل المسائل هذه. الله ينصرهم ويقويهم ويمدهم بعون من عنده، الفئة الضالة اللي ما تخاف الله ولا هي ولا عندها شرف ولا عندها ذرة من الضمير، والله يقويهم، ما نقول غير الله يقويهم إن شاء الله ويساعدهم يا رب. مهما تكلمنا عن جهود رجال الأمن سواء بالإرهاب سواء بالحد الجنوبي، مقصرين بحقهم. رجال الأمن بارك الله فيهم، فهم الدرع الواقي والحصين لهذا البلد الأمين والآمن، وفاقد الشيء لا يعطيه. فالأمن والأمان والاستقرار هذه من صفات الوجود والكون، وأي بلد عايش يعني في 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 الحمد لله في في نعمة واستقرار، فأمن نعمة لا يعني لا بديل لها. رجال الأمن هنا قطر خير ومبارك الله فيهم، جزاهم الله خير عننا وعن الإسلام وعن المملكة جميعا، وحفظهم الله. بنروح نصلي حتى الظهر بتاع الجمعة، نجدهم متواجدين أمام المساجد لغاية ما نخلص الصلاة ونطلع. ربنا يحفظهم ويحفظ الشعب السعودي جميعا ويحفظ رجال الأمن، وربنا يا رب يخلصنا من الإرهاب في كل مكان في السعودية وفي غير السعودية. والله جزاهم الله ألف خير، جهود جبارة جدا، لولا الله ثم لولاهم يعني الوضع ما هو بالشكل هذا، الحمد لله احنا عايشين فيه. الله يعيننا وياهم ويوفقنا وياهم، وحنا كلنا رجال أمن كلنا معاهم. والله رجال الأمن ليت باقي فيه، قلت لك قوة قليل واشترك معهم، هذا شرف لبلدنا، نكافح أي واحد يخبط في هذا البلد، لأن إحنا في أمان والحمد لله رب العالمين، تنام وبيتك مفتوح، تروح السوق يجيبك مليان قروش، يعني إحنا في أمان نحسد عليه، شفت كيف؟ والحمد لله رب العالمين إحنا في نعمة. الحمد لله يعني الله رجال الله الحمد لله الله يعطيهم العافية، ما قصر قايمين بعملهم وظيفهم إن شاء الله، وما راح إن شاء الله ننساهم من دعوانا إن شاء الله، والله يوفقهم إن شاء الله وينصرهم إن شاء الله يا رب على كل عدو إن شاء الله. الله يعطيهم العافية، رجال الأمن قاموا جهود جبارة ورسوا الأمن والأمان في الديار دي، والحمد لله، وحنا إن شاء الله بعد من رجال الأمن، وإن شاء الله بإذن الله يستتب الأمن وندحر الإرهابيين، والأمور إن شاء الله كلها تزيد إن شاء الله بإذن الله. والله الحمد لله الملاحظ يعني الجهود كبيرة، يعني يعني ملاحظ أن وزارة الداخلية مو بمقصرة يعني في ذلك، ومنها يعني الحمد لله القبض على الأشياء الخلايا والأشياء اللي موجودة في الدولة، يعني مو بمقصرين يعني الحمد لله رب العالمين. صراحة جهود جبارة يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني ما قصروا يعني يكافحوا بصحتهم بوقتهم بفكرهم بكل شيء يعني، والمفروض أن بعد نتكاتف معهم نتعاون معهم ونحط يدنا بيدهم، لأن المواطن أصلا يعتبر رجل الأمن، فنأيدهم يعني أي شيء نلاحظه أي شيء نشوفه أي شيء نحسه نبلغ عنه على طول، يعني لأن الوطن بصفة عامة يعني يعني للإنسان كل شيء، مو بس الأمن، مو بس رجل الأمن يعني. لو هرج مهرج يزيد عن شكر الله ثم تعاونهم بجهودهم ودمهم وانفسهم ومجاهدين، ويعتبرن هذه تعتبر فوق اللازم
ولو نجهد بأي مسؤولية نشكر الله سبحانه وتعالى. وعجز الوصف عنهم، مجهدين ليلهم ونهارهم، وحنا بمن ومان نحمد الله ونشكره، وبالف نعمة الشكر لله. ما شاء الله يعني يسووا مجهود قوي، وإن شاء الله يعطيهم القوة والصحة والعافية. سووا إن شاء الله مجهود كبير كذا، والحمد لله إن شاء الله يقضوا على كل واحد بالإرهاب إن شاء الله، والحمد لله.